تفاعلوا معاه، ولكن خطير وخطير جدا، انتبهوا لانه غادي يخلق لنا فتنه. كنقولوا الرحل المستقبلين في مناطق اخرى كيتشكاو، هادو عندهم مشاكل، فينا هما الحلول الواقعيه لهذا العالم القروي اللي ادى الثمن وعاشوا هذوك السكان تماك وبقاو تماك في ديك المرحله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.